السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة رابعة؟ ان شاء الله احنا مع بعض السنة دي. احب ارحب بكم في سنة رابعة. ان شاء الله سنة سعيدة علينا وعليكم بإذن الله. الكورس بتاعنا بيتكون في البداية كده من المحاضرة اللي انا هشرحها لكم النهاردة، وبتتكلم على introduction to psychiatric nursing. بعد كده هيبقى فيه محاضرة عن symptomatology، هيبقى فيه بعد كده محاضرة عن therapeutic communication, nurse patient relationship, legal and ethical aspect of psychiatric nursing, child psychiatry and adolescent problem, schizophrenia, mood disorder, anxiety disorder, cognitive impairment, community mental health nursing. طبعا في محاضرات من المحاضرات دي بتبقى يعني في توبك من اللي انا قلتهم دول ممكن تنقسم على محاضرتين زي سيمتوماتولوجي مثلا، هي دي التوبك اللي احنا هنكفرها السنه دي. ده بالنسبه للنظري، وهيبقى معاكم جزء للعملي هنتكلم عنه بعد كده. طيب عشان ما اطولش عليكم هندخل في المحاضره بتاعت النهارده. انترودكشن، محاضره النهارده هتنقسم الى جزئين، انترودكشن تو سايكاتريك نيرسينج ده جزء، والمينتال هيلث والمينتال ايلنس ده الجزء الثاني. نبدا مع بعضنا كده. انا معاكم دكتوره سيده السيد حسن، اسيستنت بروفيسور اوف سايكاتريك مينتال هيلث نيرسينج، وانا رئيسه القسم. احب في البدايه كده انوه ان لو اي حد منكم عايز اي حاجه، في اي مشكله، في اي استفهام عن اي شيء، انا موجوده وافيلابل لكل الناس. اهلا وسهلا بيكم. نبدا بقى محاضره النهارده. Introduction to psychiatric nursing. Intended learning objective. ايه بقى الاهداف بتاعتنا اللي احنا عايزينها تتحقق من المحاضره بتاعت النهارده؟ Define psychiatric mental health nursing. To develop personal beliefs about psychiatric nursing. Evaluate the role of psychiatric nurses. Apply philosophy of psychiatric nursing into daily practice. Adopt beliefs in psychiatric nursing philosophy in management of psychiatric patients. الكونتنت بتاعتنا في الجزء الاولاني define psychiatric mental health nursing, the role of psychiatric nurses, the philosophy of psychiatric nursing, history of psychiatry in Egypt. ده الجزء الاولاني. طيب What is psychiatric nursing? Psychiatric nursing is a specialized area of nursing practice. Specialized area of nursing practice. It is an interpersonal relationship between a person, family, group toward helping client learning more positive behavior and coping style. يعني ان احنا نعلم البيشنت بتاعنا ده سلوكيات هادفة وميكانيزميات التكيف او تكيف مع المشاكل اللي بتقابله، زي مثلا الديب بريسنج، زي البروجريسيف ريلاكسيشن، وحاجات من هذا القبيل. Psychiatric nursing is based on theory of human behavior. اساس شغل psychiatric nursing اللي هو الهيومن بيهيفير، الثيوري بتاعت الهيومن بيهيفير، سواء بقى كانت بيولوجي، سيكولوجي، سوسيولوجي، من كل الثلاث جوانب احنا بنشتغل عليهم علشان نعمل او يبقى الممرضه بتاعتنا عندها سكيلز تقدر تقدمها للبيشن. طيب the art of psychiatric nursing lays on the therapeutic use of self. اساس الشغل بتاعنا ان الممرضه بتستخدم روحها كثيرابيوتيك تول علشان البيشنت، رول موديلنج، نموذج عشان البيشنت يتعلم ازاي يعمل سلوك يكون appropriate ويكون effective ويكون عنده positive self concept، يكون more satisfying pattern of interpersonal relationship، يكون في علاقات ما بينه وما بين الناس اللي حواليه تكون satisfying للpatient وللناس اللي حواليه برضو، يكون effective role in society، يكون له productive role في society اللي هو عايش فيها. Emotional care of the person is direct at any one of three level of prevention, primary, secondary, tertiary. على الثلاث مستويات طبعا انتوا خدتوهم في medical surgical level of prevention. Primary يعني بعمل
بريفنشن ان للديزيز من الاساس، بمنعه. سكندري بريفنشن ده بعمل ايرلي ديتكشن ودياجنوزس. التيرشري ليفل اوف بريفنشن ده معناه ان انا بقلل الكومبليكيشن واعمل ريهابيليتيشن عشان البيشنت يرجع تاني للسوسايتي بتاعته بشكل افكتيف. الزو سايكاتريك مينتال هيلث نيرسينج از سبيشاليزد اريا، اتس برينسيبل ار ابليكابل تو اول اريا اوف نيرسينج. نيجي بقى على العنوان الثاني، فيلوسوفي اوف سايكاتريك مينتال هيلث نيرسينج. A philosophy of nursing is the foundation for the use of nursing theory, knowledge and skills in nursing practice. كل شيء في الدنيا له فلسفة، فلسفة التمريض ان احنا نستخدم الثيوري والنوليدج والسكيلز ونوظفهم بقى للبراكتس عشان يبقى فيه ممارسات تمريضية ذات قيمة وتبقى effective للبيشنت والفاميلي والكوميونتي كلها. It includes the beliefs, values, guiding principles. دي طبعا بتشمل لنا المعتقدات والقيم والأسس بتاعت الناس والأسس بتاعت الرعاية الصحية اللي احنا بنقدمها. Each individual has inherited value. كل واحد منا كده له القيم الخاصة بيه. And is worth of respect by his nature and presence alone. كل واحد له قيمه الخاصة بيه لازم نحترمها. معايا. The goal of an individual is one of growth and actualization. هدف كل واحد فينا ان هو ينمو ويتطور. Each individual has some strengths and potential to change. كل واحد كده منا عنده نقاط قوة، عايز يغير من نفسه، عايز يحسن من ذاته، وعنده desire to achieve personal goal. بالتأكيد كلنا عندنا goal، كل واحد حاطط goal لنفسه كده وعايز يوصل ليه. طيب، a person function as a holistic being who act, interact and react. يعني لما يتفاعل مع الهيومن، مع اي بيرسون، لا لازم اخد في بالي ان انا اتعامل معاه كهول، مش اخده سام اوف بارتس. يعني ما جزقوش، ما اخدش البيهيفير لوحده، ما اخدش المايند لوحده، ما اخدش الافكت لوحده، لا ده ناخده كله على بعضه كده علشان يبقى فيه effective relationship و effective care اقدر اوصلهم للبيشنت بتاعي. Each individual is unique including the unique life history. كل شخص منا له الهيستوري بتاعه الخاص بيه. يعني لو انا عندي اتنين توأم والاتنين عندهم سكيزوفرينيا، لما اجي اعمل النيرسينج كير بلان لازم يبقى النيرسينج كير بلان بتاعتي تخص كل واحد حسب ظروفه، حسب حياته، حسب الفيزيكال بيلدينج بتاع جسمه، لازم احطها في دماغي. ماشي يا شباب. بيهيفير از مانجفول. السلوك ده حاجه ذات قيمه، حاجه قيمه، حاجه نقدر نحدد منها الشخص ده بيفكر ازاي، بايه مشاعره، ايه الحاجات دي كلها. لما بنبقى غضبانين الغضب ده بيتفسر في سلوك البيهيفير. انا ما اقدرش ادخل، ما اقدرش افتح مخ الانسان واشوف بيفكر ازاي، ولكن التفكير بتاعه ده بيطلع في صوره البيهيفير اللي هو بيعمله. فمن هنا البيهيفير بيعتبر مانجفول، حاجه ذات قيمه. It arises from personal need، بينتج ليا عن طريق عن الاحتياجات، الجول، and can be understood within the context in which it occurs. يعني لو احنا عرفنا احتياجات الشخص ده وهدفه وفهمناهم هنقدر نفهم هو ليه بيسلك السلوك ده. Behavior is a learned response based on past experience and represents the best possible adaptation the individual capable of make at the time. السلوك طبعا ما حدش فينا بينزل مولود كده بسلوك بتاعه كامل، لا ده احنا بنتعلم على مر الزمن، كل ما نوصل لمرحله معينه من حياتنا بيتطور النمو والسلوك بتاعنا فيها. طيب، individual can change through interpersonal relationship with significant person. يعني المحيطين بينا، الناس اللي حوالينا بنتعلم منهم. تبص تلاقي الطفل الصغير بياخد حد قدوه ليه، الاب، المدرس، الشخص اللي بيلاقي فيه النموذج اللي هو بيحبه بيبدا ياخده قدوه ليه ويمشي يتعلم منه سلوكيات ويتعلم منه كل شيء.
An interpersonal relationship has potential for producing change and growth within individual. يعني دي اللي بتسبب ليا النمو والتطور عند اي شخص. السيجنيفيكانت اذر او السيجنيفيكانت بيرسون هم دول اللي بيغيروا لي وبينموا ليا الشخص ده. طيب تالت تايتل معانا رول اوف سايكاتريك مينتال هيلث نيرسز. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي هنشوف الرول اللي الممرضه بتاعه الصحه النفسيه بتقوم بيه. ممرضه التمريض النفسي والصحه النفسيه بتقوم بيه. The nurse assistant person in achievement of. الممرضه بتساعد الشخص ان هو يحقق الثلاث حاجات اللي جايين دول. A more positive self concept. يبقى عنده كده مفهوم عن نفسه ايجابي. More harmonious pattern of interpersonal relationship. يبقى عنده كده علاقات مع الاشخاص المحيطين بيه يكون فيها تناغم، يحب الناس والناس تحبه، يحترمهم ويحترموه. More productive societal role. يبقى في له دور منتج في المجتمع. ممرضة بتساعد المريض ان هو يعمل دول. More positive self concept. More harmonious pattern of interpersonal relationship. More productive societal role. In order to achieve those goals, الثلاثة اللي احنا قلناهم فوق دول. Psychiatric nurse should. الممرضة بقى المفروض تعمل ايه؟ أول حاجة provide humanistic individualized care. هي تحط nursing care plan. تعمل nursing care process بتاعتها لكل شخص بشكل humanistic في آدمية وindividual. شخصي فردي. Establish, maintain, terminate a therapeutic relationship. Relationship with person, family, group. معايا شباب؟ طيب listen and maintain communication. تسمع وتحافظ ان المريض يستمر في التحدث. enhance coping with stress. تشجعه ان هو يتكيف مع الضغوط المحيطة به. establish and maintain therapeutic milieu. therapeutic milieu يعني ايه؟ يعني بتشجع وتحافظ على البيئة العلاجية، المحيط العلاجي للبيشنت، ان هو يكون سيف، امن، وارم، دافي، اوبن ايموشنال كلايمت. يعني اشجع المريض ان هو يتكلم، ان هو يعبر عن مشاعره، ان هو اكسبريس لي فيلينج بتاعته. كومفورتابل فيزيكال ارانجمنت. الاساس اللي محطوط في البيئة بتاعت المريض بتاعي تكون منظم بشكل ما يأذيش المريض. يعني انا لو عندي بيشنت عنده اجيتيشن، حاله من الهياج او بيتحرك كتير، ما احطلوش الفرنيتشر في المكان اللي هو فيه يروح ويجي يخبط فيها، لا ده انا اشيلها خالص، اخليه المكان واسع فاضي علشان يكون سيف ويكون فيه كومفورتابل فيزيكال ارانجمنت. معايا شباب؟ طيب promote a reality by working with client on current problem of living. يعني لما اشتغل مع البيشنت بتاعي اخد بالي ان انا بروموت رياليتي، اشجعه على ان يكون في اتصال بينه وبين الرياليتي الواقعيه اللي هو عايش فيها، الواقع الحياه اللي هو فيها. فالحاجات دي تيجي منين؟ من خلال الكرنت بروبلم سولفنج، احلله المشاكل الحياتيه، المشاكل اللي هو عايش فيها دلوقتي. Encourage person to participate in his or her own care to foster a sense of progress and accomplishment. اشجع المريض ان هو يقوم برعاية نفسه، يعمل الكير لنفسه. البيرسونال هيجين. البيشنت بتاعي لما يبدأ يعتمد على ذاته في تقديم الرعاية بتاعته هو، ده بيخلي عنده احساس بالبروجريس والاكومبليشمنت، ان هو بيتحسن، ان هو بيتطور بالانجاز. ودول حاجات مهمه جدا لاي شخص مش بس للمريض النفسي. teach about mental health practice. اعلمه ممارسات صحيه للناحيه النفسيه بتاعته. in person and family life. effective coping skills. انمي عنده مهارات التكيف. and adaptive. اعلمه ازاي يتكيف مع المشاكل، مع الحاجات الحياتيه اللي بتطلع ليه. independent يعتمد على روحه. effective behavioral functioning. يبقى عنده سلوكيات وظيفيه فعاله. act as socializing agent.
طبعا الممرضة دي داخل المجتمع لها دور، مش دورها بس في المستشفى او في المكان اللي هي شغالة فيه بس، لا ده كمان في المجتمع. بروموت كلاينت سوشيال ريكريشنال اند اوكوبيشنال كومبيتنس، تشد الممرضة دورها في المجتمع ان هي بتشجع التنافس من الناحية الاوكوبيشنال والريكريشنال. معايا؟ طيب بروموت كونتينيوتي اوف الكير، يبقى في بقى بتحسن عمليه استمراريه الرعايه. انكلود يوز اوف ريفيرالز اللي هو التحويلات، تبقى عارفه فين الاماكن اللي فيها جمعيات اهليه ممكن تساند المريض او تقدم له دعم، على طول تعمل ريفيرال وتتابع البيشنت. طيب بروفايد ليدرشيب اند كلينيكال اسيستنس تو اذر نيرسينج بيرسونال، طبعا الممرضات في المستشفى الكبيره بتعلم الصغيره اللي لسه رايحه، لازم انت لو في عندها اي استشاره اي حاجه عايزه تستفهم عنها بتسال اللي قبل منها، فلازم ننمي دور الليدرشيب والكلينيكال اسيستنت تو اذر نيرسينج بيرسونال. انجيج ان سوشيال اند كوميونيتي اكشن رول ريليتد تو مينتال هيلث، طبعا كلنا فات علينا الفتره اللي فاتت ديت فيروس كورونا، التمريض كان اكتر حد مساند في المجتمع، رغم ان المجتمع كان اغلب الاوقات يعني بيعامل التمريض بخوف شويه عشان الانفكشن والحاجات دي، فهي لها دور في المجتمع لازم تقوم بيه، وخاصه من ناحيه الصحه النفسيه والعقليه. administered medication and treatment، طبعا ده الرول بتاعنا في كل الاماكن، فدور الممرضة النفسية لازم هتقوم بيه برضو، ان هي تدي الميديكيشن هتديه وخلاص، لا ده هي expect for patient safety، لازم تحافظ على امان المريض and comfortable. ازاي؟ ان هي observing drug side effect، هتشوف السايد افكت اللي هيطلع من الميديكيشن والادفيرس افكت اللي هو الحتة اللي فيها بقى اعراض، الاعراض دي ممكن تبقى بتتطلب استوب ان احنا نوقف الميديكيشن فورا. معايا؟ ونبلغ الطبيب باللي بيحصل، نشوف برضو التوكسيستي، هل الميديكيشن ده وصل لحد التوكسيستي عند البيشنت ولا ايه؟ فدي كله من دور الرول بتاع الايه؟ سايكاتريك نيرسينج. نيجي بقى على العنوان الرابع اللي هو الهيستوري اوف سايكاتري ان ايج، تاريخ ال 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 الطب النفسي او المستشفيات النفسيه في مصر. اول حاجه هيستوريكال اوفر فيو، فيرست مينيتال هوسبيتال، اول مستشفى للطب النفسي كان في بغداد، ده سنه 705. في ناس كتير هيقولوا يا دكتور انت حاطط لنا تواريخ، يا جماعه احنا مش في حصه تاريخ، احنا حاطين التواريخ دي بس علشان تدي يعني علشان تبقوا عارفين الحاجات دي اتعملت امتى، ونزود معلوماتكو العامة، انما انا مش هاجي اقول لك هو مستشفى بغداد بتاع الطب النفسي اتبنى سنة كام، لا ده مش الرول بتاعنا. معايا؟ بعد كده اتبنى واحد في القاهرة، وبعد كده دمشق، وحلب في سوريا. الوقت ده اللي هو لغاية 1270 كانوا الناس في اوروبا اللي عندهم مينيتال ديس اوردر اللي هم المينيتال بيشنت كان بيحصل لهم ايه؟ بيرنت، كانوا بيحرقوهم، كوندمندد يعاقبوا ويعذبوا، بانشت ان يوروب، يعني المرضى هناك في اوروبا كانوا بيحرقوهم ويعذبوهم ويكتفوهم وكانوا بيعملوا حاجات يعني بصراحه يفحروا خنادق كده او اوض تحت الارض ويربطوهم من ايديهم ويحطوهم فيها، كانوا بيعتبروهم في الهند كانوا بيعتبروهم ان هم مسحورين. انما في عند العرب عشان الاسلام والديانات السماويه اللي نزلت كانت بتمنع تعذيب البشر، فعشان كده بداوا يبنوا مستشفيات ويعالجوا الناس دي. عندنا في مصر في ال 40 سنتري اللي هو القرن ال 14 بنوا مستشفى قلاوون اللي هو موجود لغايه دلوقتي. المستشفى ده كان فيه 4 فلور، ديبارتمنت اوف فور سيرجري اوف سالمولوجي ميديكال اند مينيتال ايلنس، هو الى الان مستشفى للرمد ولكن كان مبني وفي اربع طوابق او اربع ديبارتمنت اللي هو الجراحه والرمد والميديكال والمينيتال ايلنس. طيب اثناء الحمله الفرنسيه على مصر كان في دكتور مع الحمله الفرنسيه
اسمه كارلوت بيك، ده كان مسؤول عن الناحيه الصحيه وعن علاج المصريين بما فيهم المينيتال بيشنت ان كايرو. الضواحي بقى كانوا بيتعاملوا مع المريض بشكل تاني، يعني ان هم يحبسوه في البيت، ان هم يجيبوا شيخ يقرا عليه، يستخدموا بقى الطب الشعبي، الحاجات دي كلها. At that time all medical hospital were under military assistance، اللي هو تحت وزارة الدفاع بما فيهم المرضى النفسيين. ده كله كان ايه في الأزبكية، سيتي سنتر ات الأزبكية اللي هي كانت عاصمة مصر في الفترة دي. بعد كده حولوا حولوا الحاجات دي في مبنى خاص بنفسه كده، وحطوا فيه الناس اللي هم بتوع المرضى النفسيين اللي هو المينيتال بيشن. سنة 1880 طبعا كلنا عارفين ان حصل حريق القاهرة. حريق القاهرة ده عمل ديسترويد لكل البليسز، الرويال بليسز، الا مبنى واحد من دورين ده ما حصلش فيه حريق. فراحوا جايين دهنينه بنتد باي يولو كولر، دهنوه بلون اصفر سنة 1883. اليولو بليس ده بقى من هنا تسمية السرايا الصفراء، سموا المكان ده السرايا الصفراء. ده كان في العباسية. العباسية دي تعتبر ضاحية من ضواحي القاهرة، كانت ساعتها بقى ما كانتش العاصمة. طيب سنة 1912 اللي هو 1912 another state mental hospital was built in Khanka. الخانكة دي مكان يعني ضحية في شمال القاهرة، خدوا مكان كده حوالي 300 فدان وبنوا عليهم مستشفى للطب النفسي. كان فيها اشجار عالية جدا وما زالت موجودة الى الان. العباسية والخانكة كانوا تحت ايه؟ بريتش دايركتورز اللي هو الاشراف البريطاني اثناء الحملة البريطانية على مصر، وفضل لغاية 1930. طيب من 1949 بدأ يحصل لنا ايه بقى؟ الاوت بيشنت. الاوت بيشنت في كل المراكز بتاعت ايجيبت، اوت بيشنت فور سايكاتريك بيشنت. عملوا كده عيادات خارجية في سنترال هوسبيتال، المستشفيات المركزية اللي هي زي بيبا وناصر و الفاشن والحاجات دي، المستشفيات المركزية اللي فيها بدأوا يعملوا لنا اوت بيشنت الفور سيكاتريك بيشنت. طيب 1967 ثيرد مينيتال هوسبيتال ووز استابليش ان اكزندرية. بعد كده بدأوا يبنوا بقى واحد في حلوان، واحد على طريق المطار، بدأت تكتر المستشفيات النفسية. احنا بنتكلم حاليا على الحكومي، ما جيناش ناحية الخاص. طيب في الفترة دي 1990 بدأ يطلع لنا أول سايكاتريك سنتر بيز اون سايكاتريك تيم كونسبت، يعني يعملوا كده فريق يخص الأمراض النفسية. خلاص ده كان مكانه في عين شمس، أول مكان يشتغل بنظام سايكاتريك تيم كونسبت كان هو ده. طيب المكان ده نشيت باي شورتز 1987، كان بادئ بالجهود الاهليه او الجهود الخيريه معايا. بعد كده فاينانسد باي جوفرنمنت، بعد كده الحكومه بدات تاخده وتصرف هي عليه سنه 1990. طب بداوا يحطوا فيه اوت بيشنت كلينيك، تشايلد سايكاتري، سايكو سيكشوال ديس اوردر، سبستانس ابيوز، جيرياتريك ديس اوردر. يبقى كان اول مكان يتفتح بمفهوم السايكاتريك تيم كونسبت ده كان في عين شمس. كان الاول بيشتغل تشرتيز بالجهود الذاتيه والاهليه والتبرعات، فاينانسد باي بعد كده فاينانسد باي جوفرنمنت، كان بيهتم بالسايكاتريك كلينيك، عمل لنا اوت بيشنت كلينيك، تشايلد سايكاتري، سايكو سيكشوال ديس اوردر، سبستانس ابيوز اند جيرياتريك ديس اوردر. المكان ده بدا بقى يهتم بالسوشيال وركر يدربهم، بالسايكاتريك نورسز، بالكلينيكال سايكولوجيست والسايكاتريست، ان جيفينج كومبريهنسيف سيرفيس تو بيشنت.
يعني بدأ يعمل فريق. الفريق ده مكون من السوشيال وركر والسايكاتريك نورسز والكلينيكال سايكولوجيست والسايكاتريست، كل دول بيقدموا خدمة مكثفة للبيشنت معايا. طيب طبعا بدأ يدرب لنا مين بقى؟ الانستيتيوت اوف نيرسينج، الهاير انستيتيوت اوف نيرسينج اللي هي الفاكولتي اوف نيرسينج، نيرسينج سكولز، فاكولتيز اوف سوشيال ويلفير اللي هم كليات الخدمه الاجتماعيه، سايكولوجيكال ديبارتمنت اوف يونيفرسيتي تو ترين جرادويت ان مالتي ديسيبلينري ابروتش تو سايكاتريك ديس اوردر. يعني بدا يعلم لنا، يدرب لنا الكليات التمريض، مدارس التمريض، كليات الخدمه الاجتماعيه، كليات كل الكليات اللي لها علاقه بالمريض النفسي. بدا يعملوا ايه؟ تدريب ليهم في السنتر ده. السنتر ده كان بيركز لنا على ان سايكاتريك ديس اوردر السايكو سوشيال بيولوجيكال انتينتي and unless the patient is approached in the history taking etiology and management with the three dimension taking into consideration and approach by fleet. يعني هنا المركز ده ركز لنا على ان الاوتولوجي بتاع اي سايكاتريك ديس اوردر بيكون سايكو سوشيال بيولوجيكال. حتى لما نيجي نعمل، لما جم يعملوا المانجمنت بتاع الحالات اللي عندها سايكاتريك ديس اوردر، اتكوا في المانجمنت بتاعهم على 3 دايمنشن دول معايا يا شباب. طيب يبقى الجزء الاولاني كده احنا اتكلمنا فيه على وات از سايكاتريك نيرسينج، خدنا الفلسفي اوف سايكاتريك نيرسينج، خدنا الرول بتاع السايكاتريك نيرسينج، خدنا بعد كده اللي هو اوفر فيو على الهيستوري ان سايكاتري ان ايجيبت. تمام. طيب نيجي بقى في الجزء الثاني بتاعنا. الجزء الثاني اللي احنا هنتكلم فيه كونسبت اوف مينتال هيلث اند مينتال ايلنس، هنتكلم عن مفاهيم الصحه النفسيه والمرض النفسي. الانتندد ليرنينج اوبجكتيف، الاهداف اللي انا عايزاها تتحقق من الجزء ده، اول حاجه at the end of this lecture each student will be able to discuss the basic concept of mental health, describe mental health illness continuum, identify characteristic of mental health people, adopt characteristic of mental health to improve personal mental health condition. الكونتنت بتاعتنا هندي انتروداكشن، ديفينيشن اوف المينتال هيلث، وبرده ديفينيشن تو المينتال ايلنس، كاركترستيك اوف مينتال هيلث انديفيدوال، مينتال هيلث ايلنس كونتينيوم، كونسبت اوف مينتال هيلث، انفلوينس اون مينتال هيلث، ديفينيشن اوف مينتال ايلنس، هاو داز مينتال هيلث ديفير فروم مينتال ايلنس. اولا كده لما نيجي نتكلم على المينتال هيلث والمينتال ايلنس بيبقى صعب جدا، difficult to define accurately، صعب جدا ان انا احط تعريف. زي مثلا لما نقول درجة الحرارة، لما تبقى درجة الحرارة اكتر من 38 يبقى الشخص ده عنده فيفر، ما اقدرش اقولها كده في السايكاتري في تعريف المينتال هيلث والمينتال ايلنس. ولكن people who can carry out their role، الاشخاص اللي يقدروا يقوموا بالرول بتاعهم في السوسايتي، whose behavior is appropriate and adaptive are viewed as healthy. The culture of any society strongly influence its value and beliefs and this is in turn affect how the society define health and illness. يعني الكالتشر والسوسايتي دول بيأثروا لي تأثير قوي على القيم وعلى البليفز بتاعت الاشخاص، وكمان بيحددوا لي معنى المينتال هيلث والمينتال ايلنس. What one society may view as accepted and appropriate another society may see as maladaptive and inappropriate. يعني المجتمع يشوفه مناسب وكويس، المجتمع التاني يشوفه غير كده خالص. ليه؟ لان الكالتشر عندي، ثقافه بتاعت المجتمع هي اللي بتحدد ليا تعريفه. طيب what is mental health؟ يعني ما هو المينتال هيلث؟ انا لسه ما دخلتش في التعريف، انا لسه بتكلم كده بوجه عام عن كلمه مينتال هيلث. نو جنرال اكسبتد ديفينيشن، احنا زي ما احنا لسه بنتكلم اهو، ولكن اعرف ان الشخص ده عنده مينتال هيلث او مينتال ايلنس ايدنتيفايد فروم بيرسون بيهيفير. اقدر احدد الشخص ده عنده مينتال هيلث منين؟
من البيرسونز بيهيفير، من سلوك الشخص. عشان كده انا من شويه قلت ايه، ها، ان البيهيفير از مانجفول. ليه؟ لانه بيحدد لي هل الشخص ده تفكيره سليم، هل الفيلينج بتاعته سليمه، هل الايموشن بتاعته سليمه. يبقى هنا بقى شخص سليم، بقى عنده مينتال هيلث. متفقين؟ طيب مينتال هيلث doesn't mean the absence of mental illness. كلمة mental health مش معناها ان في غياب للمينتال illness، but rather the presence of something positive. ولكن في شيء ما بيكون ايه؟ ايجابي. في وجود لشيء ايجابي في الشخص ده. The happiness، السعادة. The peace of mind، سلامة العقل. The enjoyment، السعادة. The satisfaction، الرضا. We derive from living. الحاجات دي كلها لما بتبقى موجوده دي بتقول لي ان الشخص ده عنده mental health، لان في عنده ايه، ها، presence of something positive. تمام يا شباب؟ طيب هنا بقى التعريف بتاع mental health. mental health can be defined as، بعرفه، the abilities to develop a realistic and accepting self knowledge. عنده ايه؟ accepting self knowledge، معلومات مقبولة عن نفسه. خلاص؟ realistic، واقعية، واكسبتن. طيب to be concerned with other، يقدر يتفاعل مع الاخرين. to meet one own need، يقدر يلبي احتياجاته، احتياجاته هو مش احتياجات الناس اللي حواليه. without hurting other، بدون ان يأذي الاخرين. to tolerate stress، يقدر يتحمل الضغوط. and frustration، والاحباطات. يبقى اذا the ability to develop a realistic accepting self knowledge، عنده معلومات واقعية ومقبولة عن ذاته. to be concerned with other، هذا يتعامل يبقى في relationship بينه وبين الناس الاخرين. to meet one own need without hurting other، يقدر يلبي احتياجاته من غير ما يأذي الاخرين. to tolerate stress، يقدر يتكيف مع الضغوط. and frustration. ده تعريف. تمام، حلو. في تعريف تاني بقى. it can be defined as the adjustment of person to other human being، يعني قادر يتكيف مع الاشخاص ويتعامل مع الناس التانية. to be to the world around him with maximum effectiveness، قادر يتعامل مع ناس المحيطين به لأعلى مستوى من الكفاءة. and happiness، سعادة. mental health fluctuate from one day to day، mental health دي بتتغير من يوم ليوم. yet it tend to، يعني ايه؟ يعني مش النهاردة انا عندي mental health بكرة هيبقى عندي mental illness، لا، ده انا ممكن اصاب بالmental illness، بس الشرط اللي يقول لي ان انا عندي mental illness، ها، have a certain continuity and consistency، يكون في ثبات واستمرارية. يعني مش عشان بس مودي وحش النهاردة يبقى انا بقيت mental illness، مش عشان موقف حصل معايا بقيت انا mental illness، لا، ده لازم ان يكون في continuity وconsistency، ثبات واستمرارية. يعني عشان كده في بعض الامراض نقول ان هو بقاله اكتر من اسبوعين عنده الاعراض دي وبتزيد في شدتها. معايا شباب؟ طيب المينيتال إلنس، زي ما اتكلمنا على المينيتال هيلس، برضو التعريف بتاع المينيتال إلنس صعب ان انا احطه في تعريف كده واطار محدد، ولكن نقدر نقول من الكلام اللي احنا قلناه فوق ده نستخلص منه تعريف. is considered definition of mental illness is considered a clinically significant behavior، في سلوك كده واضح. and psychological syndrome، وسندروم كده واضح. experienced by person، الشخص بيقوم بيه. and marked by distress، بيكون في بقى علامات. العلامات دي اللي هي يكون عنده distress، قلق، توتر. disability، عدم القدرة. or risk of suffering، او خطورة اصابته بالdisability، يعني يبقى غير قادر. or loss of freedom، دي تعريف للمينتال إلنس. يبقى is considered a clinical significant behavioral or psychological syndrome experienced by a person and marked by
distress, disability, or the risk of suffering disability or loss of freedom. ده التعريف بتاع المينيتال ايه؟ إلنس. طيب بالكلام اللي احنا قلناه فوق ده كله برضو نقدر نستخلص كده differentiation between the mental health and mental illness. وده دايما سؤال كان بيجي لكم بقول لكم ايه differentiate between mental health and mental illness. هقول واحدة من المينيتال هيلث وهقول واحدة من المينيتال إلنس. أول حاجة المينيتال هيلث أتونومي أند إندبندنس، يبقى عنده كده اعتماد على ذاته، قادر يعمل كنترول على 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 سلوكه وعلى حياته. في المينيتال إلنس بيهيفير أند سايكولوجيكال سندروم، يكون عنده بقى خلل في السلوك أو خلل في الناحية السيكولوجية كلها. طيب في المينيتال هيلث ورك توورد سيلف أكشواليزيشن. في المينيتال إلنس بيرسون كانت فيو هيم سيلف كلورلي، مش قادر يحدد نفسه كويس، مش قادر يشوف نفسه بشكل في رياليتي، يبقى ده مينيتال إلنس. رقم 3 في المينيتال هيلث ايبل تو فيس تشالنج، قادر يواجه التحديات بتاعته. رقم 3 في المينيتال إلنس ان افكتيف اند نون ساتيسفاينج ريليشن شيب، العلاقات بتاعته ما بتبقاش فعاله وما هياش مرضيه بالنسبه له ولا للناس المحيطه بيه. في المينيتال هيلث بيكون عنده سيلف ريسبكت نو ابيليتي اند ليميتيشن، بعارف نفسه، قادر يحترم ذاته، عارف قدراته، عارف حدوده. في المينيتال ايلنس ان ايبل تو ادابت تو هيز انفايرمنت، مش قادر يكيف البيئه بتاعته ويتوقعها بشكل صحيح. في المينيتال هيلث مانستري انفايرمنت، بيطوع البيئه بشكل كويس. في المينيتال ايلنس انيبل تو ديستينجويش فاكت فروم فانتازيا، مش قادر يفرق بين الحاجات الحقيقيه اللي بتحصل والحاجات الوهميه او الخياليه. رقم 6 في المينيتال هيلث رياليتي اورينتد، الشخص ده بيبقى واقعي، شايف الواقع زي ما هو. في المينيتال ايلنس انيبل تو كوب or ineffective coping with life stressor and events. رقم 7 في المينيتال هيلث manage stress use support system، قادر ان هو يتكيف ويعمل ادارة للستريس بتاعه ويستخدم الاجهزة المساندة او الحاجات المساندة حواليه. ده كده كان باختصار differentiation ما بين المينيتال هيلث والمينيتال illness. دايما كنا بنسألكم فيها، خدوا بالكم منها. طيب الاشخاص بقى اللي عندهم جود مينيتال هيلث، ايه الكاركترستكس بتاعت البيبول اللي عندهم جود مينيتال هيلث؟ اول حاجه هم تلات حاجات. اول حاجه فيهم زي فيل كومفورتابل اباوت ذيم سيلف، حاسين براحه كده مع نفسهم، زي فيل كومفورتابل اباوت ذيم سيلف، زي نو ذير اون ليميتيشن اند ريسورس اند اكسبت ات، قادرين ان هم يعرفوا الليميتيشن الحدود بتاعتهم والريسورس، مش بس كده لا ده اكسبت ات يعني بيتقبلوها. مهم جدا في حياتنا عشان نكون اشخاص عندنا جود مينتال هيلث ان انا بعرف حدودي وعارف الريسورس بتاعتي واتقبلها. دي هتساعدني في ايه؟ ان انا اعمل ايه جروس واكشواليزيشن لنفسي لذاتي. بعد كده زي هاف سيلف ريسبكت، عندهم احترام لذاتهم. زي ار نوت اوفرولمد باي ذير اون ايموشن، مش طول الوقت مشغولين بمشاعرهم الشخصية، لا مش عشان حصل معايا موقف الصبح وانا جاي العربية حصل فيها حاجة، موقف حصل وانا ماشي في الطريق ده يدانوا معاكنيني طول اليوم، لا ده انا قادر اعمل كنترول عليه ما هوش شغلني. طيب زي كان كوب ويز لايف ديسابوينتمنت، المحبطات بتاعة الحياة قادر يتكيف معاها، يعني انا عارف ان احنا ممكن نتأخر في الطريق، لا ده انا اطلع بدري ساعة او ما اوصل بدري، اول شويه يبقى جسمي مستريح، اقدر اتحرك، اقدر اتكلم، كل الحاجات ديت انا قادر اعمل كوبنج معاها. زي جيت ساتسفاكشن فروم سمبل افري داي بليجر، قادر ان هو يستمتع من ابسط الحاجات في الحياه اليوميه بتاعته. بس زي نو ذير اول ليميتيشن اند ريسورس اند اكسبت ات، زي هاف سيلف ريسبكت، they are not overwhelmed by their own emotion, they can cope with life disappointment, they get satisfaction from simple everyday pleasure. ده بنسميها ايه؟ comfortable, feel comfortable about themselves. دول بتوع ايه؟ good mental health.
طب تاني حاجه في الجود مينتال هيلث، زي فيل كومفورتبل اباوت اذر بيبل، قادرين يحسوا بالراحه مع الناس اللي حواليهم. زي هاف ساتيسفاينج بيرسونال ريليشن شيب، عندهم كده علاقات مرضيه مع الناس اللي حواليهم. اكسبكت تو لايك اند تراست اذر اند تيك ات فور اكسبت that other like and trust them. They respect individual differences. They can feel a part of group. يعني يحسوا روحهم جزء من مجموعة، يحترموا الاختلافات الفردية مع الناس اللي معاهم، يقدروا يحبوا الناس اللي حواليهم والناس اللي حواليهم يحبوهم، ويحترموا الناس اللي حواليهم والناس اللي حواليهم يحترموهم. يعملوا علاقات مرضية. دي كان ايه؟ They feel comfortable about other people. اللي هي ايه تاني حاجة في ان هما good mental health characteristic of people with good mental health. اول حاجة comfortable with themselves, comfortable with about other people. طب رقم تلاتة، they are able to meet the demand of life. يبقى حاسين براحة تجاه نفسهم وتجاه الاخرين، وقادرين يقابلوا demand of life، متطلبات الحياة. they do something about problem as they arises، يعني المشاكل اللي عمالة تطلع في حياتنا نقدر نشوف لها حلول. they accept their responsibilities، قادرين يتقبلوا المسؤوليات بتاعتهم. they make their own decision، they welcome new ideas and experience، بيرحبوا بالأفكار الجديدة والخبرات الجديدة. they make realistic goal for themselves، يبقى يقدروا يحلوا المشاكل اللي بتطلع. accept their responsibility، make their own decision، they welcome new ideas and experience، they make realistic goal for themselves. احنا كده قلنا ال characteristic of people with good mental health. اول حاجة they feel comfortable about themselves، they feel comfortable about other people، they are able to meet demand of life. طيب بالنسبة للمينيتال إلنس، according mental illness occur when person can't view himself clearly، لما يبقى مش قادر يشوف نفسه بشكل واضح. is unusually to maintain satisfying relationship، مش قادر يعمل علاقات مرضية مع الناس اللي حواليه. and is unable to adapt to his environment، مش قادر يكيف البيئة اللي هو عايش فيها. يبقى هنا مفيش ايه؟ مفيش mental health، بقى mental illness. بعد كده في mental health illness continuum. يعني ايه mental health illness continuum؟ there is no definite line، يعني مفيش خط واضح فاصل ما بين defending the mental health from those who are not، مش عندي خط واضح يفصل ليا ما بين ال mental health وال mental illness. ولكن كل ما مشيت ناحية ال health، كل ما مشيت ناحية اتجاه السهم بتاع ال mental health بقيت healthy، كل ما مشيت ناحية اتجاه المينيتال إلنس بقى عندي مينيتال ديس أوردر. زي أر من ميني ديفرنت ديجري أوف مينيتال هيلث أند مينيتال إلنس، في درجات كتيرة جدا من المينيتال هيلث والمينيتال إلنس. عشان كده بنقول إن الشخص اللي عنده مينيتال هيلث مش معناه أبسنت أوف مينيتال إلنس، لا ده ممكن يكون فيه شوية اضطرابات بصوت بس مش مأثرين عليه، قادر يشتغل ويتعامل ويبقى عنده علاقات مرضية مع الناس المحيطة بيه. طيب ايه الكونسبت اوف mental health؟ mental health employs ministry in the areas of love, work, play, relationship. الاربع اريا دول في حياتنا مهمين جدا، الحب والعمل واللعب والعلاقات. الاربع مناطق دول لو هما كويسين يبقى الشخص ده بقى عنده mental health. خلاص performs meaningful work، يبدا يعمل لي شغل مانينجفول ذات قيمه، شغل تمام. بيرسون شو اوبتيميزم، الشخص المتفائل. بنفيت فروم ريست اند سليب، اللي بيقدر يستفيد من الراحه والنوم. اند ورك ويل الون اند ويز اذر، ده شخص عنده ايه مينتال هيلث. هي اكسبت ريسبونسابيلتي، بيتقبل المسؤوليات المسنده ليه. فور اكشن اند اكسبريس سترونج فيلينج از ابروبريت. طيب positive attitude toward individual self، this concept includes the ability to know one's talent and limitation. it also includes the ability to accept oneself, accept one's faults and strengths, self-respect and proper self-esteem. يبقى اول concept
في المينتال هيلث بوزيتيف اتيتيود توردز اندفيدوال سيلف. طب احنا لسه متكلمين الشخص ده عارف التالنت والليميتيشن بتاعته، مش بس كده، لا ده اكسبت وان سيلف، اكسبت وان فليتس اللي هي الاخطاء بتاعته، اكسبت سترينس نقاط القوه، سيلف ريسبكت، بروبر سيلف استيم، يبقى ده عنده بوزيتيف اتيتيود توورد ايه؟ اندفيدوال سيلف. طيب رقم 2 بروجريس توورد جروث ديفلوبمنت اند سيلف اكشواليزيشن، قادر ينمي ويطور ويحقق ذاته. It is the ability of individual to plan for his future, to use his capability and talent at their fullest, to change and progress toward maximization of capability, of capacity. الشخص ده بيستخدم الكابابيليتي، القدرات بتاعته، الطاقات بتاعته، والتالنت بتاعته to their fullest او at their fullest الى ابعد مدى، الى اكتر حد، to change and progress toward maximization of capacity. ان هو يوصل لاعلى مستوى من القدره علشان يحقق كل الحاجات اللي بيتمناها، عشان يحقق ليها الجروس والديفلوبمنت والاكشواليزيشن. طيب انتجريتيف كاباسيتي، ات از ذا ابيليتي اوف ذا انديفيدوال تو ريليت تنشن اند فرستريشن. سايكو اناليست فيو ذس كونسبت از ذا بليس بتوين ذا ايد ايجو اند سوبر ايجو. اي ده اللي هو الهويه، اللي هو عايز كل حاجه دلوقتي، كل حاجه تتحقق. السوبر ايجو مش عايز حاجه، كل شيء يصح وما يصحش. الايجو ده اللي بيعمل اتزان ما بينهم. طيب رقم 4 autonomous behavior self governance is the ability of individual to be independent. الشخص ده يقدر يعتمد على روحه، يعمل كنترول على نفسه، to make his own decision، ويقدر ياخد قراراته without external influence and to behave according to his value system. Is the ability of individual to be independent and to make his own decision without external influence and to behave according to his value system. يعني الشخص ده يقدر ان هو يعتمد على ذاته، ياخد قراراته من غير اي تأثير خارجي، على حسب القيم بتاعته. طيب receiving reality accurately، الشخص ده قادر يعمل distinguish fact from fantasia، قادر يشوف الحقائق من الخيالات، من الدلالات، من الاوهام. The real world from the dream world، الواقع، العالم الواقعي من عالم الاحلام والخيالات والحاجات دي كلها. And act accordingly he can perceive his world including other people clearly and objectively. Ministry of Environment، the person is competent effectively and creative in interacting with and influencing his environment. It also includes the ability to solve problems, to adapt and adjust to change. الشخص ده قادر يطوع البيئة بتاعته ويخلي في competent تنافس، effective يعني فاعلية، creativity يعني يكون في إبداع، in interacting with and influencing his environment. هو بيتعامل مع البيئة وهو بيأثر فيها، يبقى في كده تنافس وفي فاعلية وفي إبداع، بحيث ان هو يقدر يستخدم البيئة بتاعته بشكل كويس جدا. وهنا هذكر لكم مثل، في بلاد كتير ما عندهاش يابس زينا كده تزرع فيه، زي كوريا مثلا، فبيزرعوا في المية، يعني المحاصيل بتاعتهم كلها بيزرعوها في المية وبيحصدوها وكمان بيصدروا منها، على الرغم ان هم ما عندهمش يابس. نشوف حياة الانسان على الكوكب بتاع الارض، كان الاول بيعيش ازاي؟ كان الاول بيعيش في ان هو بيعمل فحرة كده في الجبل ويعيش فيها، او يعيش في الخيمة. دلوقتي عاد بيبني، والمباني عادت بتتطور وعادت بتعلى، بدل ما هي كانت حتة في يعني بيفحر كوخ كده في الجبل ويعيش فيه، لا ده عاد بيبني بقى بـ700 دور فوق بعض، وناطحات السحاب، ده كله تكييف للبيئة.
it also include ability to solve a problem، برضو ده بتشمل لنا حل المشاكل، to adapt and adjust to change، وقادر ان هو يتكيف ويغير في الـ 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 البيئة بتاعته، يكيف في البيئة بتاعته. طيب اخر جزء بقى في محاضرتين النهاردة اللي هو influence in mental health، الحاجات اللي بتأثر ليه على المينتال هيلث. طبعا زي ما احنا لسه قايلين الناحية البيولوجية والناحية السيكولوجية والسوشيو كالتشر، دول فاكتور انفلونس ان مينتال هيلث. طيب الناحية البيولوجية زي ايه؟ زي فترة الحمل، زي فترة اللي حوالين الولادة، زي النوناتال، ايفن الفيزيكال هيلث ستيتس، البنية الجسدية بتاعت الشخص، النوتريشن، الهيستوري اوف انجري، النيرو اناتومي اللي هو التشريح بتاع الاعصاب، الفسيولوجي اللي هو وظائف الاعضاء، دي كلها حاجات بيولوجيه بتاثر ليها على المينتال هيلث. عندنا سيكولوجيكال فاكتور كلود انتر اكشن ويز بيرنت سيبلينج بير اذر سيلف كونسبت سكيلز كرياتيفيتي ايموشنال ديفلوبمنت ليفل، دي كلها بتاثر ليا على الناحيه السيكولوجيه اللي هي بتاثر ليا على المينتال هيلث. سوشيال كالتشر فاكتور، السوشيال كالتشر فاكتور ديت بتشمل ليا الفاميلي ستابيليتي، ثبات الاسره استقرارها، الهاوسنج البيت الاسره عايشه فيه، تشايلد ريرنج باترن طريقه تربيه الاولاد، ايكونوميك ليفل ريجوليشن فاليوز اند بليف ان اديشنال سوسايتي اند كالتشر greatly influence view of mental health and mental illness because society largely determine which behavior are considered acceptable. طبعا السوسايتي هي اللي بتحدد ليا معنى المينتال هيلث والمينتال ايلنس، فعشان كده وبرضه بتحدد ليا السلوك بتاعي، هل السلوك ده مقبول او مش مقبول. لو السلوك مش مقبول في المجتمع يبقى الشخص ده عنده مينتال ايلنس. معايا؟ دي كانت اخر جزئيه في محاضرتنا، ان الناحيه البيولوجيه والناحيه السيكولوجيه والناحيه السوشيو كالتشر بتاثر ليا على المينتال هيلث. ندي ملخص كده، الجزء الثاني اللي احنا شرحناه بيتكلم ليا على كونسبت اوف مينتال هيلث اند مينتال ايلنس، اتكلمنا على الديفينيشن اوف مينتال هيلث والديفينيشن اوف مينتال ايلنس، اتكلمنا على الكاركترستكس بتاعت المينتال الجود مينتال هيلث بيرسون، اتكلمنا على المينتال هيلث والمينتال ايلنس كونتينيوم، اتكلمنا على الديفرنشيشن بتوين المينتال هيلث والمينتال ايلنس، اتكلمنا على الكونسبت اوف مينتال هيلث والمينتال ايلنس، اتكلمنا على فاكتور انفلوينسز ان مينتال هيلث. وبكده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا، بشكركم. لو حد عنده استفسار يا ريت يقولوا ليا. ان شاء الله احنا عندنا لجنه، احب انكم تشاركوا الموضوع ده مع زملائكم، عندنا لجنه للارشاد والدعم النفسي. مش شرط ان الشخص اللي يكون عنده مرض نفسي عشان يسال او يستشير، اللجنه دي مقرها قسم التمريض النفسي. يا ريت تعرفوا زمايلكم اللي عنده مشكله نفسيه، اللي عايز استشاره، اللي عايز يستشير في حاجه نفسيه، احنا تحت امركم. بشكركم. وحكمة النهاردة، ليكن قلبك صدفة في بحر لا تحمل سوى لؤلؤة واحدة وهي حب الله. وأنا بحبكم في الله. بشكركم، مع السلامة.